تكررت بهذا الشكل من لاعبي الفريقين في انتظار اول فرصه. اوغو الميدا يلعب كره اماميه وانطلاق من عمود الفرصه، فرصه ركله جزاء. هل فيها ركلة جزاء لفريق اتحاد طنجة مشاهدي الكرام؟ والانذار نعم يا ناس، الانذار نعم يا ناس، وركلة جزاء لفريق اتحاد طنجة بعد انطلاق سريع. قطار تجي فيها الطنجاويين، احمد حمودان الشاوني نعم يوقف او يوقع انس الزيتي في المحظور، الشاوني يوقع انس الزيتي في المحظور، وبالتالي الزرق لم يتردد في الاعلان عن ركلة جزاء لفريق اتحاد طنجة. شوف اوغو الميدا التمرير البيني وخطأ في التغطية، خطأ من المدافع والانطلاق من احمد حمودان، يعمل المراوغة، الخطأ موجود، ركلة جزاء موجودة، هذه لعادة التدخل الواضح في حق احمد حمودان، وبالتالي ركلة جزاء لفارس البوغاز. مشاهدينا الكرام، من يتفوق على من؟ انس سنيتي هل يفعله ويصد ركله الجزاء ام سيكون الهدف الاول لفريق اتحاد طنجه؟ المادي النغمي والذي يصعد لتنفيذ ركله الجزاء في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام، والزراق يطلب من اللاعبين الوقوف في المكان الصحيح. اذا هل يفعل الطنجويون ام يتصدى للركله انس سنيتي في هذه ليلتنا؟ مادي النغمي قلت في صراع مع محسن ياجور على لقب الهداف في البطولة الوطنية للموسم. اتحاد طنجة ركلات جزاء استفاد منها وركلات أخرى لم يستفد منها منذ انطلاق هذا الموسم، بينما الحكام عادل زراق يطلب من المادي النغمي وضع الكرة في المكان القانوني. إذن المادي وجه لوجه مع أناس زنيتي، من يتفوق على من؟ والصافرة والإشارة من عادل زراق، المادي النغمي يتقدم، النغمي طنجاوي وراسي عالي، وطنجة وراسهم عالي في مباراة اليوم يبحثون عن الانتصار، هكذا هي الهتافات من أنصار فارس البوغاز. السيادة الشمال يعلنون منذ البداية، السيادة الشمال نعم معطيات البداية تقول بأنهم جاءوا من أجل الانتصار. هذه الإعادة مرة أخرى حتى في الزاوية البعيدة، أنس سنيتي كان قريب جدا من التصدي لهذه الكرة. أفضلية طنجاوية في هذه اللحظة يا السادة يا كرام، والمادي النغمي يرفع العداء. مع الأسف يعني كلنا تابعنا الطريقة التي خرج بها المادي النغمي من فريق الجيش على ملك عبد الرحيم الشكير. ارفع الكرة وفرصة، نتيجة في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. الجول يدور يرد على المادي النغمي في هذه الأثناء، المادي يسجل وياجور يجيب في هذه اللحظات، هذا هو الشاكير يرفع الكرة من دون رقابة، ياجور وحده، ياجور في حوار مع التاكناوتي في نهاية المطاف، ياجور القناص في الموعد، القناص يستغل هذه الفرصة، هذا هو الجول يدور يبحث عن لقب الهداف، ولكن قبل ذلك يبحث اليوم عن انتصار رجوي يقرب للصدارة، بل بعد انتصار ربما